بيكم معانا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على CBC سفرة. النهاردة حلقتنا مخصصة للسلطات، والسلطات يعني أقدر أستخدمها كوجبة، أقدر أتعشى بيها، أقدر أحطها جنب منيو متكامل، أقدر أعمل جنبها حتة لحمة أو حتة فرخة مشويين وأعتبرها وجبة، أقدر أخدها معايا على البحر فأعتبرها سناك لليوم الطويل مع الرمرمة اللي هنشتريها وهكذا. فالنهاردة هنعمل مع بعض مجموعة من وصفات السلطات لطيفة جدا جدا. أول حاجة هنبدأ بيها هتكون سلطة الطحينة. عشان نعملها محتاجين طحينة خام طبعا، عبارة عن سمسم محمص الضرب لحد ما بقى طحينة، ولو عايزين تحولوه لطحينة اقتصادي يبقى بنزود عليه دقيق وزيت. عندنا بصل احمر مفروم وليمون، كمون، خل، ميه، ملح وفلفل وزيت وبقدونس مفروم، وهنقدمه مع عيش بلدي. بالنسبه للطحينه اقدر اشيل، انا بحط البصل للمشويات وبشيل البصل واحط ثوم لو هستخدمه لبحريات، تمام. البقدونس بحطه مع المشويات، بشيل البقدونس واحط شبت لو بحريات. الخل والليمون والكمون والملح والفلفل والميه ثابتين كده كده، تمام. فتقدروا انكم تغيروا في النكهات زي ما انتم عايزين. هنعمل ايه؟ طالما في بصل خلاص احنا متعودين وحافظين انه طالما في بصل يبقى في تتبيل للبصل اول حاجه علشان الريحه والنكهه، يبقى بصل مفروم او الثوم، ملح، فلفل اسود، كمون، ثابت طالما سواء بصل او ثوم، تمام. تمام. بعدين انزل بالخل، انزل بالليمون واقلب برضو سواء حطيت بصل او حطيت ثوم. بعد كده بنزل بالطحينة. انا بحب افك الطحينة بمية سخنة. بتفرق يا اميرة، بتفرق جامد جدا جدا في النكهة وفي القوام وفي اللون، وانا بحب المية السخنة بصراحة. جربوا كده وجربوا كده واختاروا اللي يناسبكم، بس انا بحب المية السخنة مع الطحينة. وبعدين ابتدي اقلب واظبط بقى القوام زي ما انا عايزه، هاكل مع عيش غير لو هاكل جوه ساندوتش غير كده يعني. فانتوا ايه، اظبطوا القوام زي ما انتوا عايزين. انا بالنسبه لي ده مظبوط جدا، باخد نقطه كمان بس كده وبرجع اقلب تاني، وبعدين بديها البقدونس او الشبت لو هعمل بحريات زي ما اتفقنا، وممكن اعملها من غير لا توم ولا بصل ولا شبت ولا بقدونس، استخدم بس التوابل. في ناس كمان ما بتحطش اسمها ايه دي، فلفل اسود، في ناس ما بتحطش فلفل اسود، فبراحتكم برضو. اوكي، يبقى دي كده الطحينه. الدقوس طبعا بتتنطق حسب البلد لان هي خليجيه اصلا، وسلطة الدقوس أو صوص الدقوس بيتقدم مع المندي، مع الكبسة، يعني ها لطيف جدا جدا، له مليون طريقة وله مليون لون. بس أنا هعمل لكم النهاردة اللي أنا بحبه واللي أنا بعمله دايما مع الكبسة والمندي في البيت والمقلوبة، وبعمله كمان يعني جنب أي أكل خليجي فيه رز بسمتي. بحط فلفل رومي وبحط فلفل حار، وطبعا الفلفل الحار كميته حسب الرغبة، وبحط طماطم تكون متقشرة، مش لازم تكون مبشورة لكن بحطها متقشرة. بحط كزبرة خضراء وخل وملح وكمون وليمون، بحط ثوم، بحط زيت ذرة، بحط بصل أحمر، وبحط صلصة. ممكن نفس اللي احنا عاملينه ده بالظبط، بس ما نحطش لا صلصه ولا طماطم، فتبقى خضراء ما تبقاش حمراء، وبتبقى حلوه جدا برضو. كمان انا بحط لها الصراحه وحدتين نعناع، فخلينا معلش يا هبه نزود
ورقتين، وهما ورقتين فعلا بالظبط. بتبقى لذيذة قوي قوي بالنعناع. اوكي اوكي عارفه 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 ان حبايبي في الخليج كل بلد له ليها طريقه، وكل شيخ له طريقه، وانه مش شرط ان الطريقه دي تكون هي الطريقه اللي كل الناس بتعملها، بس هي دي الطريقه اللي انا بعملها وبتطلع حلوه جدا، وطبعا مع كامل احترامي للطريقه الاصليه ولكل البلاد. ودايما زي ما بقول لكم، الواحد لما بيعمل وصفه من بلد بيكون تقديرا واحتراما لمطبخ البلد دي وللبلد دي وثقافتها، مش العكس. يعني بالعكس، الواحد كل ما بيحب البلد كل ما بيحب اكلها ويحب يعمل من اكلها ويحب اهلها. ف يعني ارجو المعذره من اهلنا في الخليج، بس هي دي الطريقه المعتمده لدي. يعني يلا بصل، في ناس كمان بتعملها بتوم بس من غير بصل. توم، طماطم تكون متقشرة، فلفل حار، انا عندي اخضر واحمر فهاخد قد يعني معلقة صغيرة ميكس ما بين الاتنين عشان انا مش بحب الحاجة تكون حارة قوي. باخد كمون برضو على طرف المعلقة، مش عايزة كمية كبيرة. ملح حسب الرغبة، فلفل اسود انا مش بعرف اشتغل من غيره في اي وصفة من الوصفات، ما بعرفش، لازم احط فلفل اسود. خل ابيض، عصير ليمون، انا في البيت بحط ليمون صحيح على فكرة، بغسله كويس جدا وبشيل منه البذر وبحطه صحيح، بس عشان بحب طعم الليمون ونكهة الليمون ونكهة المزازة بتاعته ونكهة المزازة بتاعة القشرة. لكن يعني اللي مش بيحب قوي النكهة القوية قوي دي يحط زي ما انا حطيت دلوقتي كده عصير ليمون. بعدين نزلت بالكزبرة والنعناع قليل، وممكن بدل الكزبرة بقدونس، بس انا بشوف ان الكزبرة بيبقى طعمها احلى كتير كتير كتير، نكهتها اوضح. يعني معلقة زيت، هقفل واشغل. لو حسيت ان انا محتاجة نقطتين مية كده علشان تطلع مش ماسكة قوي، ونقدر ان احنا نضيف معلقتين مية عادي. هي المفروض تكون كده يعني قطع، ما هياش صوص املس، يعني قطع كده. اوكي، فبالنسبة لي أنا القوام ده مظبوط جدا. هنقدم بقى، هنقدم أوكي. صغيرين، صغننين، فهناخد الأكبر. يلا بينا. شفتي اهو، الحمد لله. وآدي يا حبايبي الدقوس، سلام بقى لو تعملوا جنبه شوية مندي. الله الله، يبقى رائع. مطبخ الخليجي من المطابخ الرائعة. وبعدين هناخد شوية من الطحينة. بكل تركاتها اللي قلت لكم عليها، وبصوا القوام شادد ازاي واللون فاتح. بقول لكم الميه السخنه بتفرق جامد جدا جدا، جربوها. وانا بحب المع الطحينه بشويه زيت، والدقوس كمان بحب المعه بنقطه زيت. بس كده عملنا مع بعض الدقوس وعملنا مع بعض الطحينة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل، استنونا.
اهلا بيكم. بعد الفاصل عملنا مع بعض نوعين سلطه لا غنى عنهم جنب المشويات، جنب الكبسه والمقلوبه، المندي، عملنا الدقوس وعملنا الطحينه. وعلى فكره الدقوس جنب المشويات بيبقى تحفه، يعني لو انتوا شويين شويه فراخ جنبهم شويه عيش وعملتوا طحينه ودقوس بيبقوا تحفه مع بعض، جربوه. يعني الناس اللي لسه ما جربتش، ولو ان دلوقتي الدنيا بقت منفتحه جدا وعندنا محلات كتير جدا جدا خليجي في مصر، والناس كتير بقت بتسافر، وحبايبي طبعا الخلايجة على طول عندنا، فيعني الدنيا بقت مفتوحه اكتر. ولكن اللي لسه ما جربش يجرب لانها حلوه جدا. الناس اللي بتحب المزازه زي كده يحطوا ليمونه بدل عصير الليمون، تكون صفرة أضاليا أو بلدي، وتشيلوا منها البذر، بتطلع تحفة. على فكرة عايزة أقول لكم سر، لما بيتبقى عندي تتبيلة أو دقوس، سلطة الدقوس، باخدها أتبل بيها لحوم. يعني ساعات خلاص أكلنا مثلا على يوم أو على يومين، فبدل ما تبوظ بقوم واخداها ضربها مع واحدة زبادي في الكبة ومتبلة بيها فرخة، وبتطلع تحفة برضو. معلش الشيء بالشيء يذكر، يعني عشان انتوا عارفين بحب استغل البواقي. يلا نعمل البابا غنوج. عندي هنا بتنجان رومي مشوي بدون اي اضافات خالص، و قشرناه. عندي بصل مشوي وده اضافة مش اساسية في الوصفة بس بيدي طعم حلو جدا. بقدونس مفروم، طحينة، عصير ليمون، كمون، ثوم مفروم، خل ابيض، ملح وفلفل وشطه اختياري، دبس الرمان اختياري، وهقدمه مع عيش شامي محمص. وهنا لازم اقول لكم انه البابا غنوج ممكن لو انتوا اوريدي عندكم سلطه الطحينه تقوموا واخدين معلقتين فتشيلوا كل المقادير اللي قدامي دي كلها. خلاص انا عامله الطحينه حاطه فيها الثوم وحاطه فيها الكمون وحاطه فيها الملح وحاطه فيها الفلفل وحاطه فيها الليمون وحاطه فيها الخل. فلو انا اصلا عندي سلطه الطحينه متبقيه، او وقفت عملت سلطه الطحينه للاكل، اخد منها معلقتين واحط عليها البتنجانه المشويه وبقت بابا غنوج وخلاص. اوكي، شيء بالشيء يذكر. يعني حط كله هنا. بصل كله بقى على بعضه، بصل، ممكن تشوي كمان فلفلايه رومي، ثوم، وممكن تستخدموا الثوم ده مشوي مش ني، بصل، ثوم، بتنجان. انا مش بشيل البذر بتاعه، لكن اللي بيتضايق من البذر يقدر طبعا يشيله. كمون، ملح، فلفل اسود، شويه بقدونس. هنا بقى مش هنحط غير البقدونس لانها الحاجه الوحيده اللي هتمشي معاه. شويه شطه صغيرين قوي قوي، مش عايزين كميه شطه كبيره. خل ابيض، عصير ليمون، والطحينه. اما دبس الرمان فبسيبه للوش، ولو انا في موسم رمان كنت طبعا طبعا جبت حبوب رمان وحطيتها على الوش، ولكن نحن مش في موسم الرمان. هقفل واشغل، برضو بحبها فيها قطع فمش هنعمها قوي، لكن اللي عايز ينعمها قوي نعمها قوي. بحبها تقيلة أنا فمش هضيف عليها مية، لكن طبعا لو انتوا حابينها أخف شوية تقدروا تضيفوا عليها مية زي ما بنعمل للطحينة. بسم الله. أنا دي بالنسبة لي وجبة، يعني لو اتحطت قدامي في أي حتة بشوية العيش المحمص دول أنا كده كلت، يعني خلاص. أدي شوية البقدونس، وأدي رشة دبس الرمان اللي قلنا عليها على الوش، اللي هي اصلا مش اساسيه خالص زي ما قلت لكم. وطبق بس نحط فيه العيش المحمص. طيب ده عيش شامي، ينفع يبقى بلدي اكيد، محمص في الفرن، في الاير فراير. انا مش حاطه عليه اي اضافات، لكن لو انتوا عايزين تحطوا مثلا زيت زيتون، تحطوا ملح، تحطوا
زعتر، تحطوا ثوم تنكهوه يعني بمعنى اصح. ينفع طبعا عيش بلدي، ينفع طبعا برضو طبعا مع المشويات في الصيف برضو يبقى رائع. يبقى خلصنا البابا غنوج، وخلصنا الطحينة، وخلصنا كمان الايه الدقوس. تعالوا نعمل مع بعض بقى سلطة البنجر. وسلطة البنجر من الحاجات برضو المتعارف عليها جدا جدا في السلطات الصيفي والشتوي، والصيفي بالذات ومع المشويات بالذات، او عند محليات الكبابجي عندنا في مصر. الكبابجي يعني المكان اللي بيبيع المشويات. عشان نعمل سلطة البنجر هستخدم، بصوا سلطة البنجر العادية خالص تقدروا تستخدموا بنجر، زيت زيتون، عصرة ليمون، ملح، فلفل بقدونس. شكرا، خلاص بقت سلطة بنجر تحفة تقليدية جدا. حطيت عليها فص ثوم حلو قوي برضو. رحت بقى يعني لفكرة أجدد شوية وحطيت بقى بنجر مسلوق مع ومتقشر طبعا، مع زيت، مع عصرة ليمون، مع بصل أحمر شرايح، مع جزر مسلوق وملح وفلفل، وديتها في حتة تانية. لكن لو عايزين تعملوها بطريقة التقليدية اللي هي بقدونس، بنجر، زيت، ملح وفلفل، عصرة ليمون، حلوة قوي برضو وتحفة ولذيذ. عشان برضو الناس اللي هتتساءل دلوقتي طب الطريقة التقليدية لسلطة البنجر ايه يا أميرة، زي ما قلت لكم كده اللي هي تاني بنجر اهو، معلش تاني عصرة ليمون، معلقة زيت، رشة ملح، رشة فلفل، رشة بقدونس. انا كده عملت سلطة البنجر اللي موجودة في كل المحلات بتاعة الفاست فود اللي كلنا وعند الكبابجية برضو اللي كلنا بناكلها، وفي محلات بتضيف لها فص ثوم مفروم كمان. اوكي كده، اوكي. لا عايزة اروح بقى كده لحاجة مختلفة شوية، هقوم حاطة شوية جزر مسلوق، وهحط شوية بصل احمر، وتبقى مختلفة عن التقليدية. عايزين تقدموها كده ماشي، عايزين تقدموها كده ماشي، اوكي. عشان عارفه ان في ناس هتتساءل على الطريقه التقليديه لانها الاكثر شهره يعني، فانتوا زي ما انتوا عايزين يا حبايبي، براحتكم خالص. ايه الطريقه اللي انتوا عايزين تقدموا بيها، او النكهه اللي انتوا عايزين تقدموا بيها، او زي ما قلت لكم قدموا بالطريقتين، وخلوا بالكم ان البنجر بيبقع جدا. طبعا عارفين طالما في بقعه على الترابيزة، وخاصة ان انا الكاونتر توب بتاعي ابيض، يبقى على طول على طول اول ما تقع الحاجة وقبل ما اسيبها تبقع لازم اجي من مش بفوطة بمنديل اقوم شايلاها، ولازم استخدم خل ابيض في السريع عشان ما تسيبليش اي اثر للبقعة. شفتوا على طول بسرعة، عشان بس كل الناس اللي بتتساءل ازاي الكاونتر توب يا أميرة أبيض وعندنا بيبقى مبهدل وعندكم مش مبهدل، رغم طبعا ان احنا عندنا بهدلة اكتر وشغل اكتر. هي بس الادوات اللي بنستخدمها والسرعة في الاداء، علشان الحاجة لما بتتساب بتبقع، وده طبيعة الحال. عملنا بابا غنوج، عملنا سلطة البنجر، عملنا الدقوس، وعملنا سلطة الطحينة، ولسه ما خلصناش، بس بعد الفاصل ان شاء الله نكمل، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا نعمل مع بعض سلطة الزبادي. عشان نعمل سلطة الزبادي عندنا زبادي بلدي عادي خالص، وما ترموش ميته يا جماعة لان الفايدة في المية. عندنا ثوم مفروم، عندنا خيار. الخيار هنا الناس اللي بتحب السلطة تكون سايبة تبشر الخيار وتسيبه زي ما هو. الناس اللي بتحب السلطة ماسكة نفسها تاخد القلب بتاع الخيار تشيله، ما تحطوش جوه السلطه وما تبشروش، تقطعه بالسكينه. بعد كده عندنا نعناع طازه ونعناع مجفف وزيت ذره وملح،
وانا دي مش بحط لها فلفل اسود على غير العاده يعني، مش بحب طعمها بالفلفل الاسود الصراحه، يعني من الحاجات القليله اللي ما بحط لهاش فلفل اسود. وسلطه الزبادي من السلطات الرائعه جدا مع المحاشي، مش بس ورق العنب على فكره، جربوا بقيه المحاشي بيها بتبقى حلوه جدا، بتبقى حلوه جدا جدا مع المشويات كمان. ماشي، فصين ثوم مفرومين، بسم الله، معلقه من النعناع المجفف، رشه ملح، بنزل كالعاده بالزبادي الاول واقلب لما اتاكد ان ما عنديش اي تكتلات خالص، عشان انا واحده ما بعرفش اكل الزبادي فيه تكتلات يا جماعه، وما بعرفش اكله بالمعلقه قبل ما اضربه، ما بعرفش، واظن في ناس كتير زيي، او في ناس زيي على الاقل، مش لازم يكونوا كتير. المهم بعدين هننزل بالخيار، وقلت لكم على التركه بتاعته، سواء عايزينها مميميه شويه وسايبه، او عايزينها ناشفه كده وماسكه نفسها، واقلب واقدم. واخد لها ورقه نعناع، ورقتين نعناع، ثلاث ورقات نعناع، واخد لها رشه الزيت. حلو قوي كده، يبقى كده سلطه الزبادي ايه، جميله ورائعه ولذيذه. اجيب بقى السلطه البلدي. طيب السلطه البلدي اللي انا هعملها دلوقتي هي السلطه البلدي الاساسيه خالص 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 خالص، ما هياش السلطه البلدي بتاعت الحاتي، عشان في اختلاف، في اختلاف في المكونات، وفي اختلاف في الشكل النهائي، واكيد في اختلاف شويه في الطعم، فدي السلطه البلدي العاديه مش سلطه الحاتي. سلطه الحاتي احنا عملناها مع بعض قبل كده، وحطينا فيها التلج وعملنا فيها الميه وكل حاجه، هتلاقوها برده طبعا على اليوتيوب. عشان نعمل السلطه البلدي محتاجين خيار، طماطم، بصل، فلفل رومي، فلفل حار، ثوم مفروم، كمون، خل، عصير ليمون، ملح وفلفل، وزيت ذره. طبعا الناس اللي عايزه تغير في المكونات، او في حاجه مش بتحبها، او في حاجه بتحبها اكتر من الثانيه، عادي طبعا، كل بيت بيعمل السلطه بطريقه، وكل يوم بنعملها اصلا بطريقه علشان يبقى في اختلاف يعني، وما يبقاش في زهق يعني، فما فيش مشكله. ماشي ماشي، كالمعتاد يا ولاد هبدا بايه؟ هبدا بالبصل. اول حاجه ببدا بيها بالبصل، ليه يا اميره؟ رقم واحد عشان ما يطلعلوش اي ريحه ولا يعمل اي زفاره، رقم اتنين عشان اخد كل نكهته وميته اتبل بيها السلطه، خلاص؟ فلازم الخطوه دي تبقى اول خطوه. يبقى بصل، ملح، فلفل اسود، كمون، خل ابيض، عصير ليمون، زيت. قلبي كل الكلام ده مع بعضه، غطي لي الطبق ده لمده 10 دقائق ربع ساعه، ارجعي لي بعد الربع ساعه افتحي لي على الطبق وحطي لي الطماطم وقلبيها لي معاه، اقفلي لي عليها 10 دقائق وسيبيها وارجعي لي تاني تكون الطماطم كمان نزلت ميتها، قلبي لي بقى التقليبه الثانيه، وبعدين خدي لي بقيه المكونات بقى، الفلفل الرومي، الخيار، الفلفل الحار طبعا اختياري وحسب الرغبه كميته، الثوم بيفرق جامد جدا في نكهه السلطه ولكنه مش اساسي للي مش عايز يحطه يعني، او اللي مش بيحبه يعني. انا بحب ادي نص كوبايه ميه للسلطه البلدي حتى لو ما كانتش سلطه الحاتي، بحب اديها شويه ميه، بحب انا ميه السلطه، او احنا في مصر بنحب ميه السلطه اساسيه بالنسبه لنا يعني. الميه دي هتزيد كمان 10 دقائق ربع ساعه، لان كل ميه الخضار هتنزل معاها، فهتلاقوا الميه دي زادت كمان. اي زيادات بقى انتوا حرين، اللي بيحب يحط بقدونس، اللي بيحط يحب تحط كزبره، نعناع ناشف، نعناع فريش، اللي بيحب يحط شبت، اللي عايز يبشر جزرايه،
كل ده متاح وعادي ولطيف ولذيذ. بعدين ايه بقى؟ بعدين مش هننسى نفكر بعض، ساعد تساعد، طبق زيادة تهادو، تحب. نغرف بقى السلطة؟ يلا نغرف السلطة بس كده خلاص. احلى سلطة في الدنيا، احلى سلطة في الدنيا، جنب اي اكلة، جنب اي حاجة تفي بالغرض. عملنا دقوس، عملنا سلطة طحينة، عملنا سلطة بنجر، عملنا سلطة بابا غنوج، عملنا السلطة البلدي او السلطة المصري او السلطة الخضراء، كلهم اسامي عندنا في مصر للسلطة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل، لسه ما خلصناش، استنونا. بيكوا بعد الفاصل. سلطة البطاطس بكل أشكالها وبكل أنواعها تحفة ولا غنى عنها في البار بتاع السلطات أو المنيو بتاع السلطات أو البوفيه بتاع السلطات أو السلطات اللي محطوطة عندنا في التلاجة. هعملها النهاردة خفيفة جدا، لكن هي نفسها دي ممكن تضيفوا لها معلقتين من المايونيز لو انتوا بتحبوها بالمايونيز، بس انا هعملها النهارده خفيفه خالص ومش هحطها على النار. عندي بطاطس مكعبات مسلوقه، دي متقشره ممكن تعملوها بقشرها. عندي زيت زيتون، كمون، بابريكا، كزبره خضراء مفرومه، ثوم مفروم، وملح وفلفل. طبعا لاحظتوا واحنا بنعمل تهاد وتحبوا ان الطبق كان ناقص، بس انا قصده عشان عايزه احط من سلطه البطاطس كمان فجبته جنبي. هنعمل ايه؟ عنديش بصل لكن عندي توم، فهتبل التوم. 3-4 فصوص من التوم كبار، عليهم معلقة من الكمون، معلقة من البابريكا، زيت زيتون او ذرة، والشاطر اللي عامل معانا التتبيلة بتاعة البطاطس يقدر يستخدمها هنا بدل الملح والفلفل والكمون والبابريكا، يعني يشيل كله ويحط معلقتين من توابل البطاطس اللي احنا عاملينها مع بعض قبل كده. ملح وفلفل، قلب قلب، انزل بالبطاطس. لو البطاطس دافية يبقى احلى واحلى. طيب البطاطس هنا مش دافية، فهتلاحظوا انها بتفصل عن التتبيلة بتاعتي. اعمل ايه يا اميرة؟ معلقتين بالظبط بالعدد مية سخنة، وقلبي كل ده، هتلاقي كله امتزج مع بعضه ولا يهمك. بس كده هنضيف على طبق تهادو تحبو الاول قبل ما نغرف لنفسنا، وهنجيب نغرف لروحنا. هودي طبق تهدو تحبه مكانه، وهاخد حاجتي بقى واشيائي واروح هناك عشان نراجع احنا عملنا ايه مع بعض النهارده في مجموعه السلطات المنتقاه للنهارده علشان المنيو بتاع الايه؟ الصيف. منيو الصيف. اول وصفة عملناها مع بعض كانت وصفة من اهلنا وحبايبنا في الخليج، وعملنا مع بعض الدقوس الاحمر. بعد كده عملنا مع بعض سلطة الطحينة.
وعملنا مع بعض سلطة البنجر. وعملنا مع بعض بابا غنوج. عملنا مع بعض السلطة البلدي أو السلطة المصري أو السلطة الشرقي. بعد كده عملنا سلطة الزبادي بالخيار والنعناع والثوم. آخر حاجة عملناها مع بعض كانت سلطة البطاطس بالبقدونس والثوم. دي كانت وصفاتنا وأفكارنا للنهاردة، بتمنى تكون عجبتكم الحلقة وتساعدكم شوية جنب المنيوهات وجنب المشويات، واشوفكم بكرة إن شاء الله.